السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة باكليبغ 2020 مع هداية وفيداء. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بأي جديد نحطوه إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد في مادة الفرنسية. كما شفتوا حنا في الفيديوهات السابقة تناولنا رواية كونديد أو لوبتيميزم، وتطرقنا لكل فصل على حدة ابتداء بالفصل الأول إلى الفصل 30، كما تناولنا أيضا الشخصيات الرئيسية والمعلومات العامة على الرواية واللي كنصحكم باش تحفظوها. واليوم غيكون الفيديو الختامي ديال الرواية واللي غنطرقوا فيه خلاصة الرواية بشكل عام واللي غندرجوها في الشيما ناراتيف باش تعرفوا على كل مرحلة شمن فصل كتبدا وكتنتهي، وباش ندوزوا الدروس اللغوية والروايات الموالية. كخلاصة، كتبتدأ أحداث القصة بخروج كونديد من جنة الأرضية كما كيقول، واللي هي قصر البارون اللي في ويستفالي. ومن بعد خروج ديالو اكتشف أن العالم مختلف وبشكل كلي عن الصورة اللي رسمها المعلم بونغلوس. شارك كونديد في الحرب بسبب التجنيد الإجباري، واللي كانت حرب دامية بين العرب والبلغاريين. هرب من الجيش وتوجه لألمانيا فيلقى التعصب الديني. ومن بعدها تلقى معلم بونغلوس اللي كان مريض، وهذا المرض كان السبب تشوه وجهه. ومن بعد توجه كونديد والمعلم ديالو لليسبون، واللي تصدم مرة ثانية بالزلزال وبعدد القتلى، وتفاجأ بالقرار بالإعدام حرقا لنظموا حكماء هذه المدينة من بعض الأشخاص اللي ظنوا بلي هما سبب الكارثة، واللي منهم كونديد اللي كان من نصيب الجلد فقط، وبونغلوس يتحكم عليه بالحرق. نجا كونديد من هذا القرار بسبب زلزال آخر وبسبب إنقاذه من طرف كونيغونغ اللي ولات عشيقة كبير المحققين. ومن بعد هرب كونديد لأمريكا الجنوبية برفقة خادمه كاكامبو، واكتشف ظلم اليسوعيين اللي وصل لباراغواي وأكل للحوم البشر. من بعد نقل للدوغادو واللي أقام في هذا البلد مدة وجيزة. ومن بعد نقل أوروبا ولاحظ أن الشر مازال موجود خصوصا في فرنسا وبريطانيا. ومن بعد ربط كونديد علاقة صداقة مع مارتن، ومن ثم تلقى مجددا بونغلوس اللي ولا هو أخ كونيغوند عبيد، واللي كان كيظنهم ماتوا بعد حادثة الحرق اللي في ليسبون من بعد طعنوا الأخ كونيغوند أو البارون اليسوعي. حرر كونديد كل منهم، وفي الاخر التقى بكونيغوند وتزوج بها بعد ما ولا فقير جدا. كل ممتلكاته هي بيت صغير وحديقه. كتب لي بالقصه ديال كونديد انتهت بنهايه حزينه غير متوقعه بعد كل هالكر والفر. ممكن تكون حزينه، ولكن الشيء الجيد هو انه خرج بقناعه، خصوصا بعد ما استشار بواحد الدرويش، واللي هاد القناعه هي الصمت، حيث الانسان ما يقدرش يحل كل المشاكل ديالو. ومن بعد استشارته ايضا لواحد البستاني تركي واللي نصحه بالعمل، حيث العمل كيبعد عليك الشرور الثلاثه واللي هي الهم والعله والحاجه. وفي الاخر استأنف كونديد مع التجمع الصغير ديالو العمل فرحه وسعاده، وانتهى به الامر الى استخلاص ان في العالم كاين خير موجود وشر موجود، وكاين حاجات اللي مهما عملنا ما يمكنش نبدلوهم. اذا ما خصناش ننساو بلي بعض المرات كيعطينا الله اشارات باش نعرفوا بلي الحاجه اللي كنعتبروها السبب ديال السعاده ديالنا تقدر تكون هي سبب التعاسه ديالنا. غنتقلوا للشيما ناراتيف واللي شرحنا كل مرحله منها وشنو كيكون فيها في الفيديو السابق. بالنسبه لروايه كونديد فكتبدا بمرحله سيتوياسيون انيسيال، بعيش كونديد حياه سعيده في القصر، حيث كيطرحنا الكاتب المكان والزمان والشخصيات ديال القصه والحياه السعيده اللي كان كيعيشها كونديد، واللي كتبدا بدايه الفصل الاول الى المنتصف ديالو. اما ليليمون بيرتورباتور فكيبدا بدايه المشكله، وهو السبب اللي خلى كونديد يخرج من القصر واللي هو حبه لكونيغوند، وكيبتدا في النصف الثاني ديال الفصل الاول الى نهايته. لا بيريبيتي او لا لونود
فكتبلور فيها المشكلة اللي انطلقت من الخروج ديالو من القصر، وكل هاد المغامرات اللي مر بها كونديد واللي كتخارف النصائح لطهلو بونغروس، وكتبتدأ بالفصل الثاني إلى الفصل 24 دينومو، وكيتجلى في القناعات اللي ولات عند كونديد واللي خلاته يولي شخص آخر وأكثر وعيا من الفصل 25 إلى الفصل 28. سيتياسيون فينال، انتهاء مغامرة كونديد بزواجه بكونيغوند وقراره في الأخير باش يخدم في الحديقة ديالو، وعاش حياة سعيدة رفقة زوجة ديالو وأصدقائه واللي كتأثر في الفصل 29 والفصل 30. شكرا على المتابعة ديالكم، كنتمنى تخليونا أي استفسار أو سؤال في التعليق.